بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطلبات الثانوية العامة، تدريسي مادة الرياضيات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. احنا بقالنا كم أسبوع بنراجع في الرياضة التطبيقية، بناخد أسبوع استاتيكا وأسبوع ديناميكا. فالأسبوع ده إن شاء الله هيبقى فيه عندنا 3 ساعات من الساعة 5:30 ل6:30، هيبقى حلقة برضو في الاستاتيكا، وهناخد ساعتين من 7 ل9 برضو حلقتين في الاستاتيكا. يبقى النهاردة إن شاء الله مراجعة استاتيكا كلها، لما 3 ساعات يبقى مراجعة في الاستاتيكا. يسعدنا أن تشرف الأستاذ محمد الديب. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ شعبان. في آخر مراجعتنا في التطبيقية مراجعة الاستاتيكا زي ما حضرتك أشرت، وفي انتظار بقى إن شاء الله الأسابيع الجاية مراجعات ليالي الامتحان إن شاء الله. دي تعتبر آخر حلقة لنا في المراجعة قبل ليلة الامتحان، ويبقى فاضل كده حلقات ليلة الامتحان. تمام إن شاء الله. فعلشان إحنا عندنا ساعة اللي هي من 5:30 ل6:30 زي ما حضرتك قلت، عايزين نلحق بقدر المستطاع نحل أكبر كم ممكن في الامتحان الأول. ماشي إن شاء الله. ولو أمكن نخلصه طبعا. فهنخش على طول في السؤال الأول، السؤال الأكمل، السؤال الموضوعي. بيقول: إذا وضع جسم وزنه واو على مستوى ماء الخشن وأثرت عليه قوة مقدارها واو في اتجاه خط أكبر ميل لأعلى المستوى، وأصبح الجسم على وشك الحركة لأعلى، فإن ميم يعني معامل الاحتكاك بيساوي نقطة. ده سؤال أكمل مش مسألة. لا بس لازم مسألة صغيرة نرسمها بسرعة كده. بيقولك وضع جسم وزنه واو على أهو، ده الجسم اللي وزنه واو موضوع على مستوى ماء الخشن، فعملنا له مركبة للوزن كالمعتاد واو جاهه، والمركبة العمودية على المستوى المائل واو جاته، برضو كالمعتاد عملنا له رد الفعل العمودي على هذا المستوى المائل. بس لو رجعنا للمسألة دي بيقول لك أثرنا عليه بقوة مقدارها واو زي وزنه في اتجاه خط أكبر ميل لأعلى، فأصبح الجسم على وشك الحركة لأعلى في هذا الاتجاه، وكمان القوة المؤثرة عليه في اتجاه خط أكبر ميل لأعلى. إذا الواو اتحللت كالمعتاد وأصبح عندي واو ثم واو جاهه وره وواو جاته، لأنه على وشك الحركة يعني مازال متزن في اتزانه النهائي، يعني واو تساوي واو جاهه وره تساوي واو جاته. بس السؤال هنا بقى، هل أنا أسيبها كده ولا أحط لها احتكاكا نهائيا؟ لا، أحط لها احتكاكا نهائيا فين؟ عكس الوجهة اللي بيميل الجسم للحركة فيها. هو عايز يطلع ولا عايز ينزل؟ لا عايز يطلع. إذا احتكاكه النهائي لتحت وقيمته ميم. نكتب بقى معادلات الاتزان يمين يسار شمال. الاستاذ محمد بيقول ايه؟ لازم الاول احدد اتجاه الحركه. هل لو اتجاه الحركه الاعلى يبقى ميم لاسفل، لو اتجاه الحركه الاسفل يبقى ميم لاعلى، مش في عكس اتجاه القوه، في عكس في اتجاه مضاد للاتجاه اللي لازم يميل الجسم التحرك فيه. يبقى زي ما قلنا واو بيساوي ميم ر زائد واو جاه، دي المعادله الاولى، ثم ر تساوي واو جاته، دي المعادله الثانيه. نحلهم مع بعض بقى ازاي. الواو بتساوي ميم ر، نشيل الر ونكتب مكانها قيمتها، يعني الواو بتساوي ميم واو جاته زائد واو جاه، بالتالي الواو دي كلها بالسلامه راحوا مع بعض، فضل واحد بيساوي ميم جاته زائد جاه. كده جبنا الميم المطلوبه، هو عايز قيمه الميم، يبقى الميم جاته تساوي 1 ناقص جاه، ومن ثم الميم تساوي 1 ناقص جاه على جاته. ما تخضش لما الاقي الميم مش طالعه بربع او نص، لا دي طالعه 1 ناقص جاته على جاه. ده كان السؤال الاول. يلي سؤال ابسط منه برضو في اطار الاكمل، بيقول لي الف متجه ضرب اتجاهي المتجه به ضرب اتجاهي المتجه جيم. بص بقى عايز يلخبطني، فاكرني ان انا مش متمكن في موضوع المتجهات، لكن هيهات، لانه الف ضرب اتجاهي به ضرب اتجاهي جيم لو اتعكست بقت جيم ضرب اتجاهي، ما ينفعش اقول له جيم ضرب اتجاهي الف ضرب اتجاهي به، عشان الضرب الاتجاهي مش ابدالي، لان الضرب الاتجاهي مش ابدالي، يبقى لازم الصح اقول له جيم ضرب اتجاهي بدل الف ضرب اتجاهي به، اخليها به ضرب اتجاهي، على اعتبار انه في اشاره سالب نتيجه تغيير الالف والب راحت مع الاشاره السالب نتيجه اللي هو الفكره ان انا بضرب من اليسار وبضرب من اليمين. ده كان سؤال صغير لكن فني شويه، ننطلق منه وبسرعة إلى الفقرة الثالثة من السؤال الأول. بيقول شروط، وده برضو سؤال ممكن يجي في الامتحان جدا، يقول لي شروط اتزان مجموعة من القوى المستوية، شرطين اللي احنا بنعملهم في المسائل، يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت، اسم المجموع قبل القوى بيساوي صفر ثم مجموع العزوم بصفر. نكتب الكلمتين دول. الشرط الأول اللي هو مجموع القوى في كل اتجاهين متعامدين ينعدم
الشرط الثاني مجموع العزوم حول اي نقطه برضو ينعدم. وكان ممكن نقول لك بدل ما نقول مجموع القوى في اتجاه نقول مجموع القوى مجموع جبر القوى في اي مجموع جبر القوى بيساوي صفر. اعمل لك مفاجاه بقى انا. سؤال اكمل صحيح اكمل بس جديد شويه. طيب هو واللي قبله واللي جاي واللي هناخده كمان في الحصه بتاعتنا او الحلقه بتاعتنا من 7 ل 9 كلهم منقينهم او مختارينهم منين؟ احنا الحقيقه جبناهم النهارده من دليل التقويم. اذا كل المسائل اللي بتحل دلوقتي دي قدامك ثم اللي هتتحل من 7 ل 9 ان شاء الله من دليل التقويم. وعلشان اكون اكثر دقه هي موجوده دلوقتي على موقع وزاره التربيه والتعليم عاملها المركز القومي للامتحانات لسه نازله اول امبارح في كل المواد بما فيهم الرياضيات وهي مسائل منتقاه زي ما قلنا من دليل التقويم بس انا مش شايفها من المسائل اللي دايما بيقول عليها يعني مش مستوى الامتحان لا حتى لو فيها تركه بس يصلح ان احنا نشوف زيها في الامتحان. تمام تعالى كده نقرا الفقره الاكمل دي بتقول ايه. اذا كانت القوى قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاته تؤثر في النقط صفر وصفر وواحد وصفر وصفر وواحد وتكافئ ازدواجا بحيث كانت دول 3 مش 2 بحيث كانت القوة قاف 1 تساوي 3 سين زائد 4 صاد والقوة قاف 2 تساوي ناقص سين زائد صاد فإن القوة قاف 3 كمتجه بتساوي إيه وعزم الازدواج الناشئ من الثلاث قوة بيساوي. تعال كده بالراحة مع بعض الراجل بيكلمني عن كم قوة ثلاث قوة هو في ثانية واحدة كده أستاذ محمد مفهوم الازدواج أصلا الازدواج له صفتين بس احنا هنقول الكلام ده في الحلقه استاذ شهاب هقول لك ليه هقول لك انا وجهه نظري ايه احنا مش بنتكلم عن مفهوم الازدواج دلوقتي احنا الازدواج اللي احنا اخذناه مجموعه من القوى ماخوذه في ترتيب دوري واحد وممثله تمثيلا تاما بتعمل ضعف مساحه الشكل على مقياس الرسم اللي هو الطول على القوه او قوتين قد بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه بيعملوا ازدواج وقلنا ساعتها انه عزم الازدواج الناشئ من قوتين يا اما عزم احد هاتين القوتين حول اي نقطه تقع على خط عمل الاخرى او مجموع عزمي القوتين حول اي نقطه تقع في مستويهم. المفاجاه بقى ان المره دي دول مش اثنين محمد ثانيه واحده مفهوم الزواج اصلا الزواج بيعمل ايه في الجسم دوران بيدور الجسم انما ما بينقلوش معنى بيدور الجسم اللي هو عزم معنى ما بينقلوش ما فيش محصله حلو يبقى معنى كده ان مجموع القوى بيصوصف يعني القوتين لو هما قوتين بتوع الازدواج لو جبت محصلتهم جمعتهم يدينا المتجه الصفر ولذلك انا عندي كم قوه ثلاث قوه القوه الاولى وبسرعه برضو تساوي 3 س زائد 4 ص ايوه القوه الثانيه تساوي ناقص س زائد ص ايه رايك عشان اطلع القوه الثالثه اللي الثلاثه مع بعض عاملين ازدواج اجمع قاف 1 وقاف 2 ومن ثم اضيف عليها قاف 3 الناتج يساوي صفر اذا ما زي ما احنا بنقول ايه ان القوه بتوع الازدواج المحصله بتاعتهم بصفر حلو قوي لما جمعت قاف 1 وقاف 2 طلعوا كام 3 ناقص 1 ب 2 في اتجاه س 4 1 يعني 5 في اتجاه ص ايه اللي انا جبته ده قاف 1 زائد قاف 2 تمام بس انا اول مره اشوف الكلام ده لا ده المفهوم اللي حضرتك لسه قايل مفهوم انا مش لازم احافظ مسائل جبت قاف 1 وقاف 2 طلعت 2 و5 اذا قاف 3 هتساوي سالب الكلام تساوي ناقص 2 س طب واحد ممكن يتصل يقول لك طب انتوا عرفتوا قاف 3 منين؟ ما انا بقول لك هم الثلاثه عاملين ازدواج يبقى المحصله بتاعتهم لابد تساوي صفر. طب انا كده ما خلصتش الحل لانه قاف 3 طلعت بس عزم الازدواج ما طلعش، طب نجيب ازاي عزم الازدواج؟ دول مش اثنين ولا حتى بيأثروا في شكل هندسه اجيب مساحته. امال اعمل ايه؟ عزم الازدواج بيساوي مجموع عزوم الثلاث قوى حول اي نقطه تقع في مستواهم، انا اختار للسهوله نقطه الاصل. اذا عزم اي نقطه تعجبك عزم الازدواج يساوي مجموع عزوم الثلاث قوى حول نقطه الاصل اما وان القوى الاولى تؤثر في نقطه صفر وصفر القوى الثانيه تؤثر في نقطه واحد وصفر القوى الثالثه لسه مطلعينها تؤثر في نقطه صفر وواحد اذا الاولى مش هكتبها الا لو عايز اضيع وقتي ما هو عزم الاولى حول نقطه الاصل بصفر هكتب على طول صفر زائد عزم الثانيه حول نقطه الاصل يعني واو الف لو سميت دي الف واو ألف ضرب اتجاه قاف اتنين يعني واحد وصفر على طول ضرب ناقص واحد واحد وأخيرا عزم القوة التالتة برضو حول نقطة الأصل يعني واو ب اللي هي بيها على طول صفر واحد ضرب ناقص اتنين وناقص خمس بكده قدرت أجيب له عزم الازدواج اللي هيساوي اللي بره في اللي بره ناقص اللي جوه في اللي جوه يعني واحد عين برضو اللي بره في اللي بره ناقص اللي جوه في اللي جوه يعني زائد تلاتة
اذا معيار عزم الازدواج بيساوي 3 او عزم الازدواج شخصيا بيساوي 3 عين. 1 زائد 2 بيساوي 3 عين. لو عايز المعيار نقول له 3، لو عايز العزم شخصيا هيساوي 3 عين. ده كان برضو حته برضو يا استاذ محمد طبعا. واحد يقول لك ايه، طب افرض انت جبت مجموع عزم القوى دي طلعت بصفر، يبقى القوى مالها؟ لا خلاص بقى تبقى متزنه بقى، ده موضوع تاني وجاي سؤال زي كده. أيوة. ده في سؤالين حلوين قوي فيما يتعلق بالاتزان هنشوفهم مع بعض النهارده. القوى متزنه على طول. من ضمن الكلام المهم قوي، بص يا استاذ شعبان كده هتخليني اسبق الاحداث ولا نمشي بالترتيب؟ لا لا طب اوكي خش على المساله اللي بعدها. بتقول اذا كان المتجه قاف ده قوه، واحنا يمكن اثرنا النقطه دي قبل كده نتيجه ان حد كان اتصل سال فيها بس كانت صوره المساله كنا بنشرح تمام. فاذا كان المتجه قاف قوه في مستوى متوازي الاضلاع ا ب ج د، وكان العزم حول ا بيساوي ناقص 18 وحده عزم، والعزم حول ب بيساوي العزم حول د بيساوي 32 وحده عزم، فان متجه العزم حول نقطه ج بيساوي كام وحده عزم؟ أيوة. برضو مساله من المسائل الموجوده في دليل التقويم واللي تعتبر مساله بسيطه مش صعبه رغم ان بعض الناس تشوفها جديده بالنسبه لهم. فبسرعه كده نرسم احنا متوازي الاضلاع اهو. ماله بقى المتوازي ده؟ بسرعه كده اسمه ا ب ج د، وصلنا كمان ب د اهو. ثم بص بقى المفاجاه، بيقول لك انه في قوه تاثر في المستوى عزمها حول ا سالب وعزمها حول ب بيساوي عزمها حول د بيساوي 32. يفهم من كده ايه؟ يفهم اولا ان خط عمل القوه يوازي ب د، ثانيا انه النقطه ا في جهه والنقطتين ب و د في جهه اخرى من خط عمل القوه، عشان واحده موجب والثانيه ايه؟ تمام. فاذا من المعلومتين دول اقدر وببساطه احدد مبدئيا اتجاه خط عمل القوه، هو ده اتجاه خط عملها، وكمان تعمل في الاتجاه الاعلى. ليه الاعلى؟ عشان يبقى عزمها حول ا لو نزلت عليها العمود يطلع بالسالب، يطلع بالسالب، وعشان كمان عزمها حول ب او عزمها حول د يطلع بالموجب. المفاجأة فين بقى؟ انه مش عايز عزمها حول ا وب وخلاص اللي هو مديهم لي العب بيهم، ده عايز العزم حول نقطة ج. تعالى كده نوصل عمود اخير من نقطة ج على خط عمل هذه القوة، وانا مش خايف اهو. قول لي لو انا سميت العمود الاولاني لام واحد بسرعة، وسميت العمود الثاني لام اتنين، يا ترى يبقى العمود الكبير الساقط من ج على خط عمل القوة بيساوي ايه؟ بيساوي لام واحد زائد لام اتنين، المنطقة اللي انا بشاور عليها دي لام واحد زائد لام اتنين. ليه؟ عشان ده نص القطر اللي اخوه هناك لام واحد زائد لام اتنين مضاف اليه لام اتنين، يعني اللي انا بشاور عليه ده اسمه لام واحد زائد لام اتنين، الحته اللي فوق لام اتنين. انا كده خلصت، خلصت ايه؟ احنا ما شفناش الحل. برضه في طلبه تسال ليه عملتها لام واحد زائد لام اتنين؟ عشان العمود النازل من ا على ب د هو نفس العمود النازل من ج على ب د. العمود النازل من ا على خط عمل القوه اسمه لام واحد، والعمود الساقط من ب على خط عمل القوه لام اتنين. تعالى كده اعمل لك حته هتعجبك قوي، شفت دي؟ المنقط ده اسمه ايه؟ لام اتنين. ليه؟ زي اخوه. صح كده بتتكلم، كده الرسمه اللي بتتكلم. اذا خلاصه هذا الكلام، مجموع العزوم حول نقطه ج بيساوي كام؟ الاول اكتب الكلمتين اللي انا عارفهم، اللي انا عارفهم انه العزم حول ا بسالب 18، يعني العمود في القوه يعني لام واحد في قاف بيساوي 18. سيبك من الاشاره بقى خلاص، ما الناقص تروح مع الناقص، يبقى لام واحد في قاف جبريا مش اتجاهات ب 18. المعلومه الثانيه انه لام مجموع العزوم حول ب او د واحده فيهم تكفي ب 32، يعني لام 2 في قاف بيساوي 32. منهم اطلع المطلوب وهو مجموع العزوم حول نقطه ج زي ما اتفقنا بيساوي لام واحد زائد لام اتنين كمان واحدة لام اتنين، يبقوا اتنين لام اتنين في قاف. هنقدر نطلع ده طبعا بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين، كأنها لام واحد في قاف زائد اتنين لام اتنين في قاف، وانتهت القصة، لانه لام واحد في قاف هتساوي 18. ثم بص بقى لام اتنين في قاف لوحدها ب 32، يبقى ضعفها بكام؟ باربعة وستين، يطلع الناتج كله بيساوي 2.8. طيب سنة اسم محمد عشان معانا عبد الرحمن من الجيزة. هاي عبد الرحمن. هلو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عايز اسأل حضرتك في سؤال دور اول 2008 اوي اوي اؤمر. بيقولي اذا كانت القوة كف واحد. لا ما احنا عارفين دور اول 2008 انهي سؤال على طول. اللي هو السؤال اللي قبل الاخير به. لا قولي بس بدايته كده عشان نعرفه. ها؟ اذا كانت القوة الف. ها؟ اذا كانت القوة واحد بتساوي 3 س ناقص 2 ص. قاف واحد 3 س ناقص 2 ص، خلاص يا عبد الرحمن عينينا. حاجة تانية؟ لا شكرا. 2008 دور أول طبعًا.
ان شاء الله. دخلت في مسائل الامتحانات اللي في نهايه كتاب المدرسه عبد الرحمن؟ هتزعلني لو قلت لا. ايوه عبد الرحمن. عبد الرحمن رحت فين؟ خرج. طب خلاص ماشي. ليه وكل اللي بيتفرجوا علينا بقى يا استاذ شعبان، نصيحه لوجه الله. احنا يمكن قلنا النصيحه دي الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبل اللي فات. وقلنا انه الامتحانات اللي في نهايه كتاب شفت انت ضحكت ازاي؟ الامتحانات اللي في نهايه كتاب المدرسه كل الفروع تفاضل وجبر واستاتيكا وديناميكا ما بيطلعش منها الامتحان ان شاء الله. واول امبارح الثانويه الازهريه امتحنت، وهو الامتحان بتاعها. الثانويه الازهريه ربنا يوفقهم بيمتحنوا اليومين دول امتحان الميكانيكا، ما بيمتحنوا استاتيكا وديناميكا على بعض مش زينا كده. فكان اول يوم امتحان ميكانيكا. الامتحان بالكامل يا استاذ شعبان، من الكلام اللي بنقوله. اي والله من كتاب المدرسه، من الكلام اللي احنا بنقوله، واللي احنا بنقوله ده مش بنخترعه. لا لا لا، زي الكلام اللي بنقوله النهارده ده احنا مش مخترعينه، احنا جايبينه منين يا استاذ شعبان؟ هو عاوز يثبت ان خط عمل محصله يقطع محور الصادات في النقطه كذا وكذا، مش المساله ديت يعني. تمام. لا تمام، دي 2008 وحليناها قبل كده اكتر من مره ونحلها له كمان مره. لكن اقصد اقول لك ان الكلام ده مهم قوي. لا يا استاذ شعبان لا، مهم طبعا. حلو قوي. والايام بيننا وكلها ايام، وهنتعرض للامتحان، وهنيجي كمان نلتقي بعد امتحان الاستاتيكا. وعلى وعد ان شاء الله بدون مقاطعه ان الامتحان مش هيطلع بره اللي احنا قلنا عليه ان شاء الله. يلا ان شاء الله. اللي جايه كمان بيقول لك اذا اثرت ثلاث قوى، حته حلوه برضه دي شعبان. فروس مثلث، مساله ما فيهاش ارقام بس ظريفه. اذا اثرت ثلاث قوى متوازيه ومتساويه وتعمل في اتجاه واحد، ثلاث قوى متوازيه ومتساويه وتعمل في اتجاه واحد عند رؤوس مثلث، فان نقطه تاثير المحصله عند ايه؟ طب فين الارقام؟ مفيش. طب المثلث متساوي الاضلاع ولا متساوي الساكن ولا قائم؟ مفيش. طب القوه حتى بكام؟ معرفش. طب انا احل على اي اساس؟ هقول لك انا تحل على اي اساس. اعمل اي مثلث، اي مثلث يعجبك اهو، وفي ثلاث قوى بيأثروا في المثلث ده فين؟ في الرؤوس. فانا هسمي المثلث ده مثلا الف ب ج، بس الثلاثه قد بعض والثلاثه متوازيين، فواحد فيهم قاف، الثاني كمان قاف، والثالث والاخير قاف، مفيش اعتراض. وفي اتجاه واحد متوازيين وفي نفس الاتجاه متساويين. حلو، قاف وقاف والاخير قاف. تعالى نمسك اتنين منهم نجيب المحصله بتاعته. اما وانهم قوتين اثنين متوازيين ومتساويين، فتبقى المحصله بتاعتهم تقع بينهم في نفس الاتجاه وتساوي مجموعهم. وفي منتصف المسافه قاف وقاف، اتنين قاف. حلو، قاف وقاف بالسلامه. فضل عندي ايه؟ فضل عندي قاف الوحيده مع الاثنين قاف. يلا كمان نجيب محصلته، اصل هو عايز كده، عايز المحصله، ما كانش فيه ارقام اهو. طيب واحده قاف واحده اثنين قاف، تبقى المحصله فين؟ هما الاثنين متوازيين وهما الاثنين في اتجاه واحد، تبقى المحصله في نفس الاتجاه وبينهم، بس المره دي مش في النص. امال فين؟ اقرب للصغيره ولا اقرب للكبيره؟ اقرب طبعا للكبيره. اقرب طبعا للكبيره. ليه؟ عشان القوه دي في البعد بينها وبين المحصله بيساوي القوه الثانيه في البعد بينها وبين المحصله. طب سؤال بقى يا فندم، واحدة اتنين قاف وواحدة قاف بالسلامة هما الاتنين، تبقى المحصلة كام؟ تلاتة قاف. فين بقى بالظبط؟ أنا أفرض النقطة دي دال والنقطة دي ميم، وأنا متعمد أكتبها ميم. ليه؟ لأنه التلاتة قاف هتقسم المسافة دال جيم بنسبة عكس معيار القوتين، إحنا خدناها سؤال أكمل قبل كده. فأما وإنه الأولى اتنين قاف والتانية نصها يعني قاف، إذا النسبة بين المسافة دال ميم وميم جيم عكس اتنين قاف إلى قاف، يعني كام إلى كام؟ واحد إلى اتنين. بص يا اسمح انت قلت حتى بالتفصيل، يعني لو قلت اتنين قاف في ده طبعا مين؟ طبعا بتساوي قاف في ايه؟ في الف مين؟ بس انا مش عايز اعمل كده، انت عارف انا اكتب ايه؟ بص، فان نقطه خلي بالك، فان نقطه تاثير المحصله عند، عارف عند ايه؟ عند نقطه تلاقي متوسطات المثلث. يعني مش هقول له حتى انه عند نقطه اسمها ميم تقسم جيم دال بنسبه 2 الى 1. تمام كده؟ تمام. حلو قوي. ايوه تعالى بقى. حد متصل من سوهاج؟ مين؟ ايوه تعالى. اميره من سوهاج. ايوه يا اميره. ايوه مستر، هو اخر سؤال انا بقوله. ازيك يا اميره؟ ازيك يا امير؟ الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اموري يا امير. هو اخر سؤال اللي حضرتك شرحته. علي صوتك او يعني اطلعي في حته يكون فيها شبكه احسن وبسرعه لو امكن يا اميره، لو تكرمت يعني. طب راحت اميره. سؤال ايه؟ سؤال ايه يا اميره؟ ايوه يا اميره، اخر سؤال حضرتك شرحته النهارده ولا المره اللي فاتت؟
لا دلوقتي اللي هو كان متجهات العزوم النهارده ولا المره بتاع متوازن اطلع دلوقتي مستر هو ده يا اميره النهارده ولا المره ماله يلا قولي على طول ايوه هو ده ماله انا مش فهمتوش ما سمعتوش ما فهمتوش لا يا مستر اللي قبله ما ايه اللي قبله طب استني اللي بتاع متوازن اطلع المتوازي ماله بقى يلا يا اميره بسرعه ماله ايه ما فهمتش حضرتك حليت ازاي طب خليكي معايا يا باشمهندس الراجل بيقول ما فهمتش حضرتك طب اسمعها خليكي معايا الراجل بيقول لي ببساطه انه العزم بتاع القوه حول نقطه ا بناقص 18 حلو حلو ولا مش حلو اميره اشرحوا لها تاني يا استاذ محمد طلعت هي مش معانا طيب هو العزم. ببساطه يا استاذ شعبان احنا شرحنا الكلام ده قبل كده انت يمكن شرحته قبل كده اكتر من مره واحنا هنعيده تاني لان انا حاسس انه مهم يعني انا متعمد اجيب السؤال ده يا رب يجي في الامتحان بص بقى هو القوه قاف دي بتوازي به ده لانه قال كده في المعطيات قال العزم طب حول اكتبها له بالتفصيل بالراحه كده ما هو ما بالتفصيل العزم حول ألف خليك بس معايا هو بيقول لي العزم حول ب سيبك من ألف العزم حول ب بيساوي العزم حول د ب 32 استنتج ايه استنتج ان خط عمل القوه يوازي به ده تمام بس كده يعني يوازي به ده وخلاص طب ما هو يوازي دي ممكن تبقى الناحيه دي وممكن تبقى الناحيه الثانيه تمام طب انا شعرفني انها ناحية دي ولا ناحية تانية من المعلومة رقم اتنين وهي ان مجموع العزوم حول الف او عزم القوة دي حول الف بسالب 18 لما يبقى العزم حول الف بسالب والعزم حول به بموجب اذا القوة خط عملها يقع بين الف وب مش الاتنين في جهة واحدة يعني فعشان كده انا اخترت القوة في الاتجاه ده نمرة اتنين عملتها الاعلى ليه مش لاسفل لانه العزم حول الف بسالب فيبقى العمود في القوة لازم يمشوا مع عقارب الساعة نمرة تلاتة واخيرا استفدت بالمعلومتين دول قلت انه مدام العزم حول الف موجود بسالب 18 اذا طول العمود الساقط من الف على القوة في معيار القوة بيساوي 18 سميت طول العمود ده لام واحد بالتالي لام واحد في قاف بقت ب 18 وبسرعة سميت كمان طول العمود الساقط من به او دال على خط عمل القوة لام اتنين فاصبح عندي لام اتنين في قاف ب 32 دي المعلومات المعطيات منها طلعت المطلوب يا اميرة فاذا العزم حول نقطه ج بيساوي بص بقى الحته الاخيره كمان بالتفصيل عشان خاطر امير العزم حول ج بيساوي العمود الساقط من ج على خط عمل القوه اللي انا بشاور عليه ده في معيار القوه حلو العمود ده عباره عن حتتين الحته اللي انا بشاور عليها دي التي تساوي من الف الى ب د العمود الساقط من الف الى ب د شخصيا مقسوم حتتين حته لام واحد بشاور عليها حته تانية لام اتنين اختها هنا بالتالي اصبح العمود الكبير الساقط من ج على خط عمل القوه الجزء الاول بتاعه لام واحد زائد لام اتنين الجزء الثاني بتاعه انا بشاور عليه هو لام اتنين شخصيا اذا العزم حول ج بيساوي كل العمود ده في معيار القوه هي بقى هي انا عارف انا فاهم وجهه نظرها ايه ان استاذ محمد بين ان العمود النازل من ج على ب د هو نفس العمود النازل من ا على ب طبعا لا ده ثالثه ابتدائي لا معلش لا هي اكيد تمام هو طبعا العمود زي ما انت بتقول الساقط من ج هو العمود الساقط من ا لان ده متوازي ايه أطلع. فالعمود الساقط من جيم هو العمود الساقط من دال نرجع بقى إلى بداية المسائل الحقيقية بعد سؤال الأكمل ولو عايزة حاجة تانية يا أمير احنا في انتظار تليفونك لأنه الخط اتقطع يلا أستاذ شعبان نقرأ مع بعض بقى ده السؤال الأول يقولك يا سيدي ألف به جيم دال مستطيل فيه سين تنتمي للقطعة المستقيمة ألف دال وصاد تنتمي للقطعة المستقيمة ألف به بحيث كان ألف سين بأربعة سنتي وألف صاد بثلاثة سنتي ألف به بثمانية سنتي وبه جيم بعشرة سنتي أثرت قوة خلي بالك يا شعبان أثرت قوة ممثلة تمثيلا تاما ليه أنا جبت المسألة دي المرة دي رغم أنها مش صعبة موجودة في دليل التقويم لكن حد اتصل بينا الأسبوع اللي فات لو تفتكر وسألنا عن موضوع القوة الممثلة تمثيلا تاما في حاجة شبه كده لو في وقت برضه نستعرض المسألة بتاعته بيقول لك أثرت قوة ممثلة تمثيلا تاما بالمتجهات سين صاد وصاد به وبه جيم وجيم سين فإذا علم أن المجموعة تؤول إلى ازدواج عزمه 150 في اتجاه أ ب ج د فأوجد مقدار كل من القوى المؤثرة. تعال كده بسرعة نرسم شوف إيه الكلام ده مطلوب منه إيه. ده مستطيل اسمه أ ب ج د أهو. ماله بقى؟ حلو. في س تنتمي إلى أ د. ألف ب جيم دال ونقطة سين تنتمي إلى ألف دال
ونقطة صاد تنتمي إلى ألف ب. تعالى كده نوصل. دي المعطيات لسه ما بدأناش الحل. أهو. سين تنتمي لألف دال، صاد تنتمي لألف ب، وصلت سين صاد وفقا لمعطيات المسألة. كمان هحتاج إني أوصل سين ب. شوف يا سيدي. ألف سين بكام؟ بأربعة سنتي. ألف صاد بكام؟ بتلاتة سنتي. ألف ب كله بكام؟ بتمانية سنتي، يبقى الجزء اللي تحت بخمسة سنتي. ب ج كله بكام؟ بعشرة، يعني أربعة يمين وستة شمال. خش على القوة. أثرت قوة ممثلة تمثيلا تاما بالمتجهات س ص وص ب و ب ج و ج س، فنسميها قف واحد وقف اثنين وقف ثلاثة وقف أربعة بالترتيب. القوة الأولى بتؤثر في الاتجاه من س لص أهي، سميناها قف واحد. اللي بعدها قف اثنين، اللي بعدها في اتجاه ب ج سميها قف ثلاثة، والأخيرة في اتجاه ج س سميها قف أربعة. حلو؟ حلو. بس ايه علاقة الكلام ده بالجملة المهمة جدا اللي بيقول فيها ان هذه القوة ممثلة تمثيلا تاما؟ يعني مقياس الرسم ثابت، الطول على القوة مقدار ثابت. حلو. فاذا علم ان هذه المجموعة تقول الازدواج في اتجاه ألف ب ج د، عزمه معياره 150، لكن انا هكتبه عزم الازدواج سالب 100 حسب رسمك. في اتجاه ألف ب ج د يبقى سالب لانه مع عقارب الساعه. ويقصد ايه؟ افرض طالب عمل ضد عقرب الساعه، خلاص يبقى بالموجب اوجد مقدار كل القوى المؤثره، رغم ان انا ما عنديش ولا واحده فيهم، عايز قف واحد وقف اثنين وقف ثلاثه وقف اربعه، مستندا فقط الى انه عزم الازدواج بسالب 150. تعال نتفق يا استاذ شعبان انه ما دام القوى ممثله تمثيلا تاما، اذا الطول على القوه مقدار ثابت. انا هعمل كده، هقول له الطول س ص على القوه المؤثره في قف واحد تساوي الطول اللي بعده اللي هو ب ص على القوه المؤثره في قف اثنين، بيساوي القوه ب ج على قف ثلاثة، اخيرا ج س على القوه المؤثره في قف أربعة. لحد كده ده كلام جميل، لانه هو قال القوه ممثله تمثيلا تام. طب انا استفدت ايه؟ القوه دي كلها بتاثر في اضلاع انا عارف اطوالها او اقدر اجيب اطوالها من هندسه الشكل. على سبيل المثال س ص بما انه في مثلث قائم 3 و4 يبقى طوله على طول 5، اذا 5 على قف 1 تساوي ب ص، هو اصلا في المعطيات ب 5، يبقى 5 على قف 2. من هنا انا بدات استنتج ان قف 1 بيساوي قف 2، ولسه المفاجات تتوالى. طب ب ج طوله كام؟ في المعطيات مدولي 10، يبقى 10 على قف 3، كمان ج س ب 10 على قف 4. من هنا كمان بدات استنتج قبل اي حاجه ان قف 3 هتساوي قف 4 وقف 2 هتساوي قف 1. يبقى انا محتاج اجيب النسبه. السؤال بقى هنا هو انا هقدر استفيد بالكلام ده ازاي من غير ما اعرف الازدواج؟ الازدواج موجود بناقص 150، اذا هذا الازدواج اللي اشارته سالب، يعني قيمته ناقص 150، بيساوي ضعف مساحه الشكل على هذه النسبه او مقياس الرسم. بس اكتب موجب ولا سالب؟ سالب ضعف في مساحه الشكل على هذه النسبة، أي واحدة فيهم اللي أنا ممكن مؤقتا أسميها مقياس الرسم اللي أنا بعتبره الطول على القوة، وكل واحد حر طبعا. المشكلة بقى الأخيرة إنه مساحة الشكل ما نعرفوش، حتى هو شكل كده ملوش معالم أوي. طب نجيبه إزاي؟ ببساطة نجيب مساحة الشكل عن طريق طرح مساحة المستطيل ناقص مجموع مساحة المثلثين أ س ص و س د ج. نجيبهم بسرعة، مساحة المستطيل الطول في العرض يعني 5 و3 8 في 10 يبقوا 80. طب ثانية واحدة، اسمح محمد، عبد الرحمن بن سواج عاوز إيه؟ أنا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام بركاته. ورحمة الله وبركاته. ازيك عبد الرحمن؟ أنا عبد الرحمن. الحمد لله كويس. ازيك محمد؟ أبو انت عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ماشي كويس؟ الحمد لله بخير. وجاهز للامتحان؟ بإذن الله تعالى. بإذن ربنا يوفقك يا حبيبي ويوفق كل الناس. ايه سؤالك يا محمد؟ حبيبي. قوم يا عبد الرحمن. في 2015 السنة اللي فاتت في مسألة القدرة. قدرة ديناميكا. 2015. في حاجة كده محيراني. قوم. اللي هي ايه؟ بيقول لك احسب أقصى قدرة لهذا الراجل بالحصان. تمام، مش اقصى قدره دي معاها اقصى سرعه؟ اقصى قدره عندما يتحرك باقصى سرعه. يعني اقصى سرعه يعني سرعه منتظمه اكيد. طب هو بقى في الاجابات من ورا لما جاب، لا ثانيه واحده، ثانيه واحده، في الاجابات من ورا فين؟ بس ما تقولش يعني ايه في الملخص عادي او في الامتحان الاساسي. بس حبيت اشير لكده. كمل. لما جاب القوه عملها بمعدل حركه كاف ج زائد المقاومه. لا يا ابني ما ينفعش كاف جيم. ما هو عشان كده انا قلت ايه يا استاذ شعبان؟ الاجابات من ورا دي عندك انت. طب لا اسمع المساله كده حضرتك، اسمع المساله عارفها. معلش حاول ترسمها معايا بس بسرعه. لا بس هستاذنك، حاضر، احنا خلاص عرفنا مساله القدره، مش بس نرسمها، ده احنا نحلها لك كمان. شاطر. لا ما انا هي الحته دي اللي محيراني. طب قول ايه؟ ما الحته دي لازم تبقى اقصى سرعه، ما فيش حاجه اسمها كاف جيم. راكب دراجه كتلته هو والدراجه 98 كيلو جرام. تمام. يتحرك على ارض افقيه خشنه من السكون. فبلغت سرعته اقصى قيمه لها وقضاها 7.5 متر على الثانيه بعد زمن قدره دقيقه واحده. صح.
وعندما أوقف حركة قدمي على بدال الدراجة سكنت الدراجة بعد أن قطعت مسافة قدرها 15 متر. احسب أقصى قدرة لهذا الراجل بالحصان. يعني في مرحلتين للحركة. أي. من المرحلة الثانية أنا رحت جبت العجلة وجبت منها المقاومة. حل. بعد كده خدت المقاومة وجبت حطيتها في المرحلة الأولى وجبت من قلت القوة بتساوي المقاومة. لا لا استنى المرحلة الأولى دي قدرة لحظية مش أكبر قدرة. لا يا محمد معلش. طب هو استنى يا محمد يا عبد الرحمن عبد الرحمن. هو ابتدى من السكون صح؟ أيوه. فأصبحت سرعته كذا. 7.5. 7.5. هو سرعته 7.5 دي سرعة منتظمة؟ ده كان سرعة في اللحظة دي. ما وصل لأقصى سرعة. يا فندم لا ده هو وصلت سرعته كذا لكن ممكن تزيد عن كده كمان. بعد 5-6 ثواني بقى سرعته كذا يفهم من ذلك ضمنا ان دي اكبر سرعه دي؟ لا طبعا ما هو قال لك وصل لاقصى سرعه 7.5 بعد كده راح فرمة. بص يا عبد الرحمن انت دلوقتي سايق عربيه تمام كويس وبعد 10 دقائق من السواقه بتسارع يعني عجله موجبه قدرها 2.5 متر على الثانيه تربيع على سبيل المثال تحركت بسرعه قدرها 60 كيلومتر كل ساعه وكانت هذه السرعة سرعة منتظمة لمدة 10 دقائق. سرعة منتظمة لمدة 10 دقائق. لو ضربت القوة في هذه اللحظة في هذه السرعة تديك أكبر قدرة ولا قدرة في اللحظة دي؟ لا قدرة لحظية كده. بينما أنا ممكن أزود السرعة عن كده بعد مضي 10 دقائق إلى أن تصل سرعة السيارة إلى قيمتها العظمى. إذا كل سرعة منتظمة تعامل معاملة أقصى سرعة في الحصول على القدرة عند تلك اللحظة بينما أقصى قدرة لهذا المحرك أو لهذه السيارة أو القطار فقط لغير عندما تصل السرعة إلى أقصى مدى ليه مش سرعة منتظمة فقط. هو في لبس يا أستاذ محمد هو في لبس عنده هو عنده إن لبسين إن هو إنه عشان أجيب قاف فلازم أجيبها من معادلة الحركة عبد الرحمن عنده قاف ناقص ميم بس هو كاف جيم فاهم حضرتك ما هي بس الحته كانت محيراني يعني اقصى سرعه هي سرعه منتظمه كنت لا ده مش كل سرعه منتظمه اقصى سرعه عبد الرحمن هو عاوز يقصد ايه القدره عند اقصى سرعه وصلت ليه اللي هو وصل لها اللي هي 7.5 مش اكبر قدره للمحرك لا يبقى جيب التقاف لا اسمي مش هقف جيب تقاف صح كده يا محمد عبد الرحمن عبد الرحمن وعندك السرعه اقدر اجيب طب ما تيجي بدل يعني ممكن نحلها هي شخصيا بارقامها حاضر يا عبد الرحمن نحلها لك سؤالك من كده تاني معلش قول يا حبيبي ها جسم كتلته 8 كيلو جرام موضوع على ميزان ضغط داخل مصعد يتحرك راسيا بعجله تقصيريه حلو فاذا كانت قراءه الميزان 6 كيلو جرام فان اتجاه حركه المصعد يكون نقط واتجاه العجله يكون نقط تعمل معادلتين حركه طب حسمها معايا كده حضرتك اجراها اقولها لك تاني تعالى قول يا عبد الرحمن يلا جسم كتلته 8 كيلو جرام موضوع على ميزان ضغط داخل مصعد يتحرك راسيا بعجله تقصيريه كتلته 8 اهو 8 كيلو جرام وموضوع داخل ضغط مصعد يتحرك راسيا بعجله تقصيريه مش عارفين يتحرك لاعلى ولا لاسفل بس عجله سالبه فاذا كانت قراءه الميزان 6 كيلو جرام قراءه الميزان 6 رغم ان وزنه الحقيقي 8 ثقل كيلو جرام تمام ان اتجاه حركه المصعد بص بقى ريحك عشان انت تبقى طالب محترف انت لو في حاله الصعود بهذا التقصير معادله الحركه يبقى شكلها ايه؟ التقصير يبقى اللي مع الحركه ناقص ضد الحركه تقصير او مش تقصير هي معروف اللي معنى اصل العكس بيساوي كف جيم يعني ريح ناقص 8 في 9 و8 من 10 بيساوي كف ايه في جيم سالب رجاله ايه؟ يساوي سالب 8 جي لا خليك بس معايا اللي معايا يعني ريه ده انا بفترض انه طالع لفوق عشان انت تفهم اللي معايا يعني ريه ناقص العكس 8 في 9 و8 من 10 بيساوي الكتله 8 في ايه في جي صح الكلام ده ما هو بيقول لك العجله التقصيريه خليك بس معايا ما الجيم دي ممكن تبقى موجب وممكن تبقى سالب انا كاتب جي ده صندوق مقفول ما تعرفش جواه موجب ولا سالب لحد كده انت معايا تمام حلو هو بقى اداني القراءه بتاعه الميزان كام 9 ولا 6 ولا كام 6 حلو اذا 6 ناقص 8 في 9 و8 من 10 انت اللي حليت مش انا 6 ناقص 8 بكام بناقص 2 في 9 و8 من 10 بيساوي 8 في جيم تبقى العجله دي موجبه ولا سالبه ناقص 2 في 9 و8 من 10 على 8 اللي انت اللي انت شايفها قدامك دي ناقص 9 و8 من 10 على 2 يعني ناقص من غير آلة ناقص 4 و9 من 10 دي موجبه ولا سالبه يعني عجله متزايده ولا تقصيريه يبقى مش محتاجه اشيك على الحاله الثانيه يبقى نازل ولا طالع لاسفل الرسمه اللي انت شايفها دي نازل ولا طالع السهم ده عبد الرحمن انت شايف؟
طالع 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 ده انا فرضته لك طالع، طلعت خير وبركه، ما طلعتش كنت هفرضه لك ايه؟ نازل نازل. شايف قدامك مين اللي حل، انت ولا انا؟ انا. طب ايه تاني حبيبي قول على طول. بس لا خلاص كانت مفاجاه مساله القدره دي يا استاذ شعبان، حطها في اعتبارك لازم تتحل. لا خلاص رغم ان احنا انا متاكد ان احنا حليناها قبل كده. حليناها. طيب اوكي حاجه تانية عبد الرحمن هو بس ماشي. نرجع بقى نكمل عشان نلحق الشعبان. ماشي احنا كنا شغالين في مساله المستطيل، بيقول لك اذا علم ان المجموعه تقول ازدواج عزمه 150 في اتجاه ا ب ج د فاوجد كل قوه. خلاص قربنا وكان فاضلنا بس نتكلم عن المساحه بتاعه الشكل اللي هي هيبقى مساحه بقى مساحه المستطيل اللي هو الطول في العرض 8 في 10 في 80 ناقص زي ما قلنا قبل التليفونات مجموع مساحتي المثلثين. طب المثلثين اخبارهم ايه؟ واحد مساحته نص في 4 في 3 يعني 2 في 3 ب 6، والثاني مساحته نص في 6 في 8 يعني 24. بسرعه بقى على طبعا برضو مقياس الرسم. لحد كده الكلام جميل. فاضل بقى ان 150 بقى. استنتج بقى مقياس الرسم ناقص 150 بيساوي سالب ناقص 2 في 80 ناقص 30 يعني 50 على طول على مقياس الرسم. وعلشان بس ما نضيعش وقت في عمليه حسابيه، الكلام ده ب 50 يروح مع ال 150 والسالب تروح مع السالب، وعمليه اختصار نستنتج منها انه مقياس هذا الرسم بيساوي ثلثين. هرجع عيد تاني ان مقياس الرسم الطول على القوه مش العكس، انا بعمله كده. طب هذا المقياس ينفعني؟ طبعا. يبقى اللي فوق ده بيساوي 2 على 3، ومن ذلك نستنتج قاف 1 بكام وقاف 3 بكام. قاف 1 هتساوي 5 في 3 على 2، اذا قاف 1 تساوي قاف 2 تساوي 7.5. حد هيتصل يقول لي طب جبت منين الكلام ده؟ لانه النسبتين الاولى والثانيه اهم كل واحده فيهم بيساوي ثلثين، والثالثه والرابعه برضو كل واحده بتساوي ثلثين، فبالتالي قاف 1 بتساوي 5 في 3 على 2 طلعت ب 7.5 تساوي قاف 2، ومن ثم نستنتج قاف 3 تساوي قاف 4 تساوي 15. ما زلنا شغالين في المسائل اللي كلها جايه من دليل التقويم، عشان بعض الناس اللي بتقول لك دليل التقويم، لا المسائل اللي احنا بنحلها دي كلها فعلا من هذا الدليل. ننطلق الى المساله اللي بعدها، هي يمكن اطول شويه في الحل بس مساله مهمه والله. بيقول لك قوتان استاذ شعبان بيقول لي خلاص لا لا اشتغل اشتغل عادي. مساله بتقول لا لا لسه بدري. قوتان نلحق حتى ناخد مسالتين كده. لسه بدري. بيقول لي قوتان متوازيتان تؤثران في نقطتين ألف و ب، حيث ألف ب بيساوي 20 سنتي. مسألة من المسائل المحترمة على فكرة. أيوة 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 صح. وإذا كانت القوة قف واحد بتساوي 6 س زائد 8 ص تؤثر في نقطة ألف، وكانت المحصلة تساوي 5 وتؤثر في نقطة جيم، حيث ماشي. جيم تنتمي للمستقيم ألف ب، فأوجد كل من قف 2 ومتجه المحصلة وطول ألف جيم. هقولها مرة تانية لأنها مسألة محترمة الحقيقة. قوتان متوازيتان تؤثران في نقطتين أ و ب، حيث أ ب بيساوي 20 سنتيمتر، فإذا كان ق واحد متجه بيساوي 6 س زائد 8 ص تؤثر في نقطة أ، وكانت المحصلة بخمسة. شوف بيلعبني، يعني مدين المحصلة مش زوج مرتب، بينما القوة بالتالي زوج مرتب، وتؤثر في نقطة ج تنتمي للمستقيم، أوجد ق اثنين متجه والمحصلة متجه وطول أ ج. طيب سنة واحدة معانا أحمد من الجيزة كده. أستاذ محمد. أيوه يا حميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا باشمهندس. الحمد لله. عامل ايه؟ عامل سؤال في النماذج التجريبية في الاستاتيكا. أقول في أنهي نموذج ورقم كام في الاستاتيكا؟ النموذج الثالث، السؤال الخامس بي. التجريبية بتاع الوزارة طبعا. النموذج الثالث؟ السؤال الخامس رقم ب. السؤال الخامس حلو، أنت بتعجبني قوي يا أحمد بتوفر لنا وقت. ب فيها مشكلة ولا تتحل بالكامل؟ لا هو سطرين كده بس مش عارف أحل. طب ما تقولهم نخلص منهم كده أول بأول. ها؟ مثلث ألف ب ج. لا ايه اللي واقف معاك في المسألة؟ أنا مش عارف أحله صراحة. طب لا نحلها لك. حاضر. حاجة تانية يا أحمد؟ لا شكرا. ماشي. تابعنا بقى. في المثلث ألف ب ج. لا خلاص ما أنا عارفها، النموذج الثالث سؤال خامس ب. طيب. اللي هو بيقول لي المحصلة بتمر برأس ج. حاضر. حاضر يا أحمد. شكرا. بس ركز قوي في المسألة اللي جاية دي لأنها خطيرة يا أحمد. حاضر يا مستر. يلا. تابعنا. بص يا أستاذ شعبان برضه عشان الوقت. ماشي. بيقول لك قوتان متوازيتان في ألف وب. طب انا عايز اسال، هو القوه اللي هي 6 و8 دي يصح يبقى معاها قوه تانية في نفس الاتجاه ويعملوا محصله 5؟ مستحيل. نجيب بقى معيار رقم 4. استنى بس ما نفكر. مستحيل ولا ينفع؟ ليه مستحيل؟ لان اساسا معيار القوه دي ب 10. يعني المحصله اصغر من احد القوتين، ما ينفعش يكونوا قوتين في اتجاه واحد، يبقى لابد يكونوا في اتجاهين متضادين. في مشكله تانية خطيره. طب في اتجاهين متضادين وقوه قف واحد هي الكبيره، ولا في اتجاهين متضادين والقوه قف واحد صغيره؟ لا في حلين، ولازم اعمل الحلين لو جت حاجه زي كده في الانتهاء. فعشان كده انا هقول له اولا اذا كانت القوه قف واحد
اكبر من قاف 2. بس لو استاذ محمد لازم برضه نعلمهم الاول يجيب معيار قاف 1. لا كل ده هنعمله. انا بقول لك بس في الحاله الاولى لسه ما بداناش. نفرض ان القوه قاف 1 هي الكبيره، في الحاله الثانيه نفرض ان القوه قاف 2 هي الايه الكبير. وانا برسم لها رسمه صغيره كده، قاف 1 اهي وقاف 2 عكس اتجاهها، واحنا عرفنا ليه عملناهم عكس بعض، لان المحصله اصغر من القوه قاف 1. وما دام قاف 1 هي الكبيره تبقى المحصله بره ناحيه الكبيره وفي اتجاه الكبيره، المحصله معيارها بكام؟ بخمسة. قاف 1 مديها لي زوج مرتب كام وكام يا سيدي؟ مديها لي 6 س زائد 8 ص، يعني معيارها كام؟ 10 على طول. من هنا استنتجت قاف 2. بس في حاجه، المحصله تساوي الفرق بين قاف 1 وقاف 2. اذا قاف 1 ناقص قاف 2 تساوي المحصله، ده معناه انه 10 ناقص قاف 2 تساوي 5. عرفت خلاص قاف 2 تساوي 5. بس في سؤال برضو، هو عايز قاف 2 في صوره متجه ولا معيار قاف 2؟ لا متجه. طب نحاول الخمسه دي المتجه ازاي؟ بص بقى هنعملها مرتين. هو بما ان قاف 1 توازي قاف 2، اذا قاف 2 اللي بندور عليها دي بتساوي ثابت في قاف 1. حصل. طب قاف 1 دي موجوده ولا مش موجوده؟ موجود. اذا قاف 2 اللي معيارها 5، فاكر الكلام ده احنا اثرناه اكتر من مره لما قلنا في اكتر من اسلوب لتحويل القوه من معيار الى زوج مرتب، ممكن من ضمنهم ثابت في كذا او اضربها في متجه الاتجاه. في متجه. حلو. قاف 2 بتساوي ثابت اهو في قاف 1 اللي مديها لي 6 و8، يعني على طول 6 كاف و8 كاف. اذا معيار قاف 2 تساوي معيار 6 كاف و8 كاف. طب معيار قاف 2 بكام؟ انا جبته بخمسة. الكلام ده يعني جذر تربيعي ل 36 كاف تربيع زائد 64 كاف تربيع، يعني جذر 100 كاف تربيع، يعني 10 في مقياس الكاف. في سؤال يا استاذ شعبان، سؤال ذكي قوي، يا ترى موجب ولا سالب؟ يعني الكاف دي اكتبها موجب ولا اكتبها سالب؟ اصل انت ممكن تقول لي ايه؟ يبقى على طول الكاف لو ما عملتش المقياس دي 5 على 10 بنص. عارف بقى اللي يكتب الكاف بنص دي؟ راحت منه المساله. عشان دول في اتجاهين متضادين، لان هما في اتجاهين متضادين، فقاف 1 وقاف 2 لازم الثابت اللي بيربط بينهم يكون ثابت سالب. فانا هحط سالب بتاع المقياس من عندي. بالتالي عرفت قاف 2 واخدت الدرجه بتاعتها، وفاضل لي حاجه صغيره قبل ما اعمل الحاجه برضه المحصله. برضه طبعا قاف 2 بتساوي ناقص 3 وناقص 4، هو عايز كمان المحصله مجموع. اذا المحصله بتساوي قاف 1 زائد قاف 2. وسامع حد بيزعق دلوقتي وهو قاعد قدام التلفزيون، بيقول يا استاذ محمد استاذ شعبان ساكت ازاي؟ هو هم مش هما في اتجاهين متضادين، انتوا ساكتين ليه؟ لا احنا ساكتين عشان هو ده الصح. هما في اتجاهين متضادين لو معيار هطرح، لكن لو كل واحد في صوره متجه هجمعهم. لا سواء في اتجاه واحد او اتجاهين متضادين، سواء في اتجاه واحد او اتجاهين متضادين، قاف واحد متجه وقاف اتنين متجه، محصلتهم اجمع ما اطرحش. المهم خلاصه الكلام، فجمعت قاف 1 وقاف 2 طلع كام يا سيدي؟ طلع 3 س زائد 4 ص. هو كان عايز حاجه كمان عشان نخلص الجزء الاول، عايز كمان طول الف جيم. اضرب بقى سهله بقى القوه الاولى في البعد بينها وبين المحصله، يعني قاف 1 في الف جيم، تعال نسمي ده الف ونسمي ده ب، ونقطه تقسيم محصله جيم. قاف 1 في البعد بينها وبين المحصله تساوي قاف 2 في البعد بينها وبين المحصله، يعني 10 في الف جيم نزلتها معيار بقى بيساوي 5 في 20 زائد الف جيم، ومنها استنتج انه الف جيم تساوي 20 سم. دي الحاله الاولى اولا، امتى؟ اذا كان قاف 1 اكبر من قاف 2. بسرعه تعالى نعمل الحاله الثانيه والأخيرة، إذا كانت قاف 2 أكبر من قاف 1. طب نسمع سمر كده من الجيزة يا أستاذ محمد. هاتها معانا يا تشترك في دي ونعرف. يلا يا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأمور يا سمر. معلش مثل حضرتك المسألة اللي سألها عبد الرحمن. المسألة بتاعت عبد الرحمن بتاعت القدرة؟ بتاعت القدرة. أيوه. لا مش القدرة، اللي هو المتعب فانقاعد وهو عايز يغيب. أيوه. حضرتك معلش ممكن حضرتك ترجع المساله؟ لا احنا مش كاتبينها بس كان فيها رسمه هنا، قولي على طول. الرسمه هو حضرتك كان في 6 ناقص 8 في 8 على 10. حضرتك ليه يعني قلت 6 ناقص 8 وضربتهم في 9 8 عشان عامل مشترك، ال 6 دي 6 ثقل كيلوجرام، فكانها 6 في 9 8 من 10 ناقص 8 في 9 8 من 10، اخذت 9 8 من 10 عامل مشترك، فضل 6 ناقص 8 طلع بناقص 2. تمام؟ حاجه ثانيه يا سمر؟ المسألة حضرتك بتحلها؟ دي خطيرة موجودة في دليل التقويم. بروح الإمام عندي مشكلة فيهم. لا قولي تاني الجزء ده. المسألة اللي حضرتك بتحلها دلوقتي. خطيرة. موجودة في دليل التقويم. تحلها لي بالراحة لأن أنا عندي. طب يلا بالراحة، أستاذ شعبان عمال يشاور لي الوقت بيخلص، الحلقة بتخلص. يلا أنت بقى اقفلي وتابعيها، إحنا بنحل بالراحة أهو. يلا. خلاص. واتصلي في أي وقت تاني. بص يا أستاذ شعبان والنبي عشان الجزء التاني برضه هياخد وقته. ها؟ بص يا سيدي وبالراحة كمان.
قاف واحد زي ما هي. ده في الحالة التانية هعيد نفس الكلام اللي قلته بتاع الحالة الايه الاولى. بس الاختلاف انه المرة دي قاف اتنين اكبر من قاف واحد، تبقى المحصلة بره ناحية الكبيرة وفي اتجاه الكبيرة. طيب وكالمعتاد المحصلة تساوي قاف اتنين ناقص قاف واحد. كلام جميل والله. ومن ثم المحصلة اللي قيمتها خمسة تساوي قاف اتنين ناقص عشرة. استنتج على طول انه قاف اتنين المرة دي بخمستاش. خلي بالك في الحالة الأولى قاف اتنين ما كانتش طالعة بخمستاشر، كانت طالعة بخمس عشان هي صغيرة. وهعيد نفس الكلام لحسن الحظ اهو عشان نعيد تاني وبالراحة برضه. بالراحة بما ان قاف واحد توازي قاف اتنين متوازين اهو، بس ايه في اتجاهين متضادين. حلو، استنتج ايه؟ استنتج ان قاف اتنين اللي هموت واطلعها دي في صورة متجه تساوي ثابت في قاف واحد. بس ثابت يكون موجب ولا سالب؟ سالب. اذا قاف اتنين من المعطيات، انا ما بقلفش حاجة، بكتب من المعطيات. قاف اتنين تساوي ثابت في ستة وتمانية، يبقى على طول ستة كاف وتمانية كاف. استنتج، انا عدتها تاني بالمناسبة، استنتج انه معيار قاف اتنين اهو، معيار قاف اتنين بيساوي معيار ستة كاف وتمانية كاف اللي احنا جبناه من شوية، جذر التربيع لستة وتلاتين كاف تربيع زائد اربعة وستين كاف تربيع. قول لي بقى معيار قاف اتنين لسه سخن طازه اهو طالع بكام؟ ب 15. اذا 15 بيساوي الجذر التربيعي لمربع الاول زائد مربع الثاني، يطلع على طول 10 كاف عشان ما نضيعش وقت، بس يا اما موجب يا اما سالب. طب الموجب والسالب ده جه منين؟ عشان لو حد ما كانش مركز في الجزء الاولاني، لانه الجذر التربيعي ل 100 كاف تربيع مش ب 10 كاف، لا 10 مقياس كاف، لان جذر 100 ب 10، انما جذر كاف تربيع مش بكاف، بمقياس كاف. المهم ناخدها موجب ولا سالب يا سيدي؟ لا ناخدها سالب. ليه؟ لان القوتين قاف واحد وقاف اتنين المتوازيين دول مش في اتجاه واحد، يبقى السبب بتاعهم سالب. يبقى الكاف بكام؟ بسالب 3 على 2. اعوض بقيمه الكاف احصل على قيمه قاف اتنين زي ما احنا شايفين. اذا قاف اتنين تساوي ناقص 9، ضربت 6 في ناقص 3 على 2 8 كاف، يعني 8 في ناقص 3 على 2 يطلع كله ناقص 9 وناقص 12. دي قاف اتنين. وعايز كمان المحصله وطول الف جيم زي ما عملنا في المره اللي فاتت، المحصله مجموعهم، وهتتصل واحده يعني تقول لي انتوا ازاي انت واستاذ شعبان عمالين تقولوا من الصبح مجموعهم واحنا ساكتين؟ لا ما تسكتش، اتصل عشان هقول لك تاني ان دول متجهات حتى لو في اتجاهين متضادين المحصله ايه؟ مجموعهم مش الفرق، مجموع متجه. فنجمع بقى قاف واحد زائد قاف اتنين تساوي ناقص 3 وناقص 4. فاضل حته اخيره وهي طول الف جيم. وكالمعتاد القوة الاولى في البعد بينها وبين المحصلة تساوي القوة الثانية في البعد بينها وبين المحصلة. اذا قاف واحد في الف جيم بتساوي قاف اتنين في ب جيم. ومن ثم اقدر استنتج انه قاف واحد اللي هي بعشرة في البعد بينها وبين المحصلة، المسافة دي 20 زائد ب جيم، 20 زائد ب جيم تساوي القوة الثانية اللي هي طالعة 15 في البعد بينها وبين المحصلة. عملية حسابية بسيطة، العشرة تختصر مع الخمستاشر، دي فيها الاتنين دي فيها التلاتة، اضرب اتنين في الاولى وفي التانية، ده كلام فاضي، يطلع على طول منه به جيم بتساوي 40. الغلطة فين بقى اللي هيقع فيها الطلبة؟ عايزين الف ب... انه يطلع به جيم باربعين ويسيبها كده 40، لا ده هو عايز طول الف جيم. اذا طول الف جيم تساوي 40 زائد 20 بيساوي 60. برضه مسألة من دليل التقويم، مسألة محترمة قوي، وياليها عملناها مرة زمان، وياليها مسألة برضه من دليل التقويم، بس المرة دي هنتكلم فيها عن الاحتكاك. جسم وزنه بسرعة، جسم وزنه 7 ثقل كيلوغرام موضوع على مستوى أفقي خشن، أثرت عليه قوة مقدارها 2 ثقل كيلوغرام في اتجاه يميل على الأفقي بزاوية قياس هاية فجعلته على وشك الحركة. وعندما عكز اتجاه القوة وتغيرت قيمتها إلى 2.8 ثقل كيلوغرام كان الجسم على وشك الحركة أيضا. أوجد إيه ومعامل الاحتكاك بين الجسم والمستوى. مسألة من المسائل اللي دايما مرشحة في أي امتحان الحقيقة. وإحنا نرسم بسرعة كده وعايزين رسمتين. رسمة الأولى في الحالة الأولى أهي، ده الجسم موضوع بالراحة بقى قوي لأنها مسألة امتحان فعلا. ده جسم وزنه 7، فعملت له وزن لأسفل 7 أهو، موضوع على مستوى أفقي خشن، إذن هناك معامل احتكاك. أثرت عليه قوة قدرها 2 في اتجاه يميل على الأفقي، يميل على الأفقي بزاوية قياس هي. يعني أنا لو افترضت أنه القوة اسمها قاف والقاف دي تساوي 2 ثقل، هتعمل مع الأفقي زاوية إيه؟ لابد من تحليل هذه القوة إلى مركبتين من أولها كده، فتنزل 2 جتا ي وتطلع فوق 2 جاية، رغم أنه فوق أنا مش ناسي أن في كمان رد فعل. السؤال
حصل ايه؟ جعلته على وشك الحركة. اذا الجسم متزن اتزان نهائي على وشك انه يتحرك. اذا ناحية تانية عكس الوجهة اللي يميل الجسم للحركة فيها هعمل احتكاك نهائي كاف يعني ميم ري. دي الرسمة الاولى. هنعكس بقى اتجاه القوة دي بس لما نخلص تحليل الرسمة. نخلص من دي ازاي؟ هو طالب حاجتين، معامل الاحتكاك ويه يه الزاوية، ومعامل الاحتكاك ميم ويه. نعمل يلا المعادلتين ونشوف ايه اللي هيحصل. المعادلة الاولى يمين بيساوي شمال، مفيش اتنين خلاص، يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت. يمين يعني ايه يا سيدي؟ اتنين جتا ي بيساوي شمال يعني ايه؟ ميم ر. فوق بيساوي تحت يعني ر زائد اتنين جاي تساوي سبعة. طب اعمل ايه انا بالمعادلتين دول؟ حاول العب شوية. اتنين جتا ي، اتنين جتا ي تساوي ميم في الر دي انا مش عايزها. ليه انا مش عايزها؟ لانه عايز ي وعايز ميم، يعني الر دي مش لازماني. من المعدل رقم 2 ر تساوي 7 ناقص 2 جاي، اهي ر بتساوي 7 ناقص 2 جاي. الكلام ده انا مش هضيع فيه وقت، هسيبه واسميه رقم 1 واعمل رسمه ثانيه سريعه، او لو عايز كمل على نفس الرسمه. احنا عايزين كده بس عشان الوقت، انا بس عشان ما ارسمش رسمه ثانيه. انت ممكن تعتبر ان ده انتهى وتكمل ده الناحيه الثانيه، بس تبقى عارف انت بتعمل ايه. طب بسرعه برضو اهو، حاضر عشان خاطرك اهو، يلا رسمه. وبعدين بص بقى، انا هعمل حركه ذكيه شويه، هعمل ده كده وهو مش موجود، همده عشان تبقى زاويه بالتبع بالراس. ده مش موجود، لكن انا بعمل كده عشان امده الناحيه الثانيه. يبقى الحقيقه ما بقاش اتنين. خلي بالك بقى، هو قال لي لما عكسنا اتجاه القوه تغيرت قيمتها الى 2.8، ما بقتش 2، 2.8، والزاويه بتساوي الايه الاصليه بالتقابل بالراس. ال 2.8 مش لازماني، فبحللها 2.8 جتا ايه وتحت 2.8 جاي. بصة أخيرة، تغيرت قيمة القوة إلى 2.8 لما عكسنا اتجاهها، وكان الجسم على وشك الحركة أيضا. يعني إيه على وشك الحركة؟ هيفضل رايح يمين ولا يروح شمال؟ لا شمال بقى المرة دي. معقولة أنا بحرك في الاتجاه ده ويروح يمين؟ حلو. طب هو عايز يروح شمال، يبقى في احتكاك عادي ولا نهائي؟ لا ده على وشك، يبقى احتكاك نهائي. في كمان فوق ره، في كمان تحت مع ال 2.8 جاي في الوزن. هو مدين وزنه كام؟ 7. يبقى في مركبتين اهو، ونشتغل بقى. انت هتعمل معادلتين زي بتوع هناك، بس هناك في ر، يبقى خلي دي ر شرطه والناحيه الثانيه ميم ر شرطه، ونقول له برده يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت. يمين يعني ميم، ر شرطه بيساوي شمال يعني 2.8 جتا ي. دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه فوق بيساوي تحت، يعني ر شرطه تساوي 7 زائد 2.8 جاي. نظبط المعادلتين، نلعب زي ما لعبنا المره اللي فاتت. انا مش محتاج ر شرطه، لاني عايز الي وعايز الميم، خلاص بلاش منها ر شرطه، عوض بيها. اذا ميم في، شيل بقى ر شرطه دي وحط قيمتها 7 زائد 2.8 جاي. شلت ر شرطه حطيت قيمتها، بيساوي الناحيه الثانيه 2.8 جتا ي. فاكر المعادله اللي كنا مسميينها رقم 1 من شويه؟ اهي، ما دي معادلتين. في 2 جتا ايه بيساوي ميم في 7 ناقص 2 جاي، وزميلتها طلعت ميم في 7 زائد 2.8 جاي ب 2.8 جتا ي. طب نعمل ايه؟ نكتبهم تحت بعض. اذا 2.8 جتا ي بتساوي، لسه مطلعينها اهو، ميم في 7 زائد ميم في 7 زائد 2.8 جاي. نقلتها بس ما عملتش حاجة، ونحل المعادلتين دول بالقسمة، يبقى بقسمة 1 على 2. لما بنسمع ان بتروح ميم مع ميم، ليه قسمنا بقى؟ علشان نطلع الي زي ما احنا شايفين كده. لما هنقسم الجتا تروح مع الجتا، يبقى فضل 2 على 2.8 بيساوي 7 ناقص 2 جاي على 7 زائد 2.8 جاي. كده انا عرفت الايه، ولما هعرفها اكيد هعوض في اي معادله واطلع قيمه الميم المطلوب. 2 على 2.8 باستخدام الاله هتلاقيها 5 على 7 بيساوي 7 ناقص 2 جاي على 7 زائد 2.8 جاي. الطرفين بيساوي الوسطين، يعني 5 في 7 على طول ب 35 زائد 14 جاي بتساوي 49 ناقص 14 جاي. نجمع بقى الجامع بعضها، 14 جاي و14 جاي بقوا 28 جاي، هتطلع جاي بنص للاخر على طول بتساوي 4 1. اذا جاي بتساوي نص. طب انا عايز جاي ولا عايز ايه؟ لا عايز ايه بتساوي 30. طب هو عايز ايه بس ولا عايز كمان ميم؟ لا عايز ميم. ناخد دي نرميها في اي معادله ولتكن المعادله رقم 1. بالتعويض نستنتج على طول زي ما انت شايف كده، انه 2 في جتا ي يعني جتا 30 اللي هي جذر 3 على 2 بتساوي ميم في 7 ناقص 2 جاي يعني جتا 30 بنص.
بعد عملية اختصار بسيطة الاثنين تروح مع الاثنين 7 ناقص 1 ب 6 اذا الميم تساوي جذر 3 على 6. جبنا له المطلوبين قيمة اليه طلعت ب 30 درجة، قيمة معامل الاحتكاك بجذر 3 على 6. الحقيقة لسه فاضل مسألتين كالعادة يا استاذ محمد الحلقة خلصت معلش للأسف. احنا هنكمل برضو اللي قدام معانا ساعتين تانيين نكمل ده ونخش في الامتحان الجديد. تمام تمام من 7 ل 9 ان شاء الله ان شاء الله. وفي نهايه الحلقه بنشكر الاستاذ محمد الديب، شكرا، كما نشكر جميع ابنائنا الطلبه على حسن المتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.